هذه معكرونتنا جاهزة، وإذا تبي تولى تقطعها حتى تذوقها ونعرف. واو واو، طبعا هذه المعكرونة بالفرن سلقتها، خليت عليها صلصة بيضة، صلصة البيضة، زبدة وطحين وحليب، ملعقة ونص مالت أكل طحين، وكوب حليب، شوية زبدة، شوية زيت وملح وفلفل، والصلصة الحمراء حمسة بصل ولحم مفروم وثوم ومعجون، وفرشت أول مرة المعكرونة، وبعدين عليها الصلصة الحمراء، وبعدين عليها الصلصة البيضة والجبن أو على الفرن. وهذه النتيجة النهائية.